أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. نبدأها بأبرز العناوين. أبوردينا يؤكد أن كلمة ترامب في الأمم المتحدة تعمق الخلافات وتبعد فرص تحقيق السلام. وجماهير شعبنا في محافظة الوطن والشتات تؤكد دعمها للسيد الرئيس في خطابه المرتقب في الأمم المتحدة. حكومة الاحتلال تخطط لمصادرة أكثر من 260 دونما جنوب الظاهرية لصالح التوسع الاستيطاني. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل التاسعة. شيعت جماهير شعبنا في المحافظات الجنوبية جثمان الشهيد محمد فايز أبو الصادق 21 عاما والذي ارتقى برصاص الاحتلال مساء أمس. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. محمولا على الأكتاف، شهيد آخر يوارى الثرى بدموع أمه وأهله لتقف الكلمات عاجزة عن وصف المشهد. محمد أبو الصادق 21 عاما ارتقى بعدما قتله الاحتلال الإسرائيلي على حدود شمال قطاع غزة ضمن فعاليات مسيرات العودة السلمية. نحسب محمد شهيد عند الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمك يا محمد برحمته ويرحم كل الشهداء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. براءه صعب كتير كتير علينا، كان يوم مع أمه يمزح ومع خواته يمزح ومعاه يمزح. لم تسلم الطواقم الصحفية في ذكرى اليوم العالمي لتضامن مع الصحفي الفلسطيني من استهدافات الاحتلال، شأنها شأن الطواقم الطبية التي كانت هدفا دائما بجانب المدنيين أمام قناصة الاحتلال في خرق واضح للقوانين والمواثيق الدولية. عندما نتحدث عن الانتهاكات بحق العاملين في جهاز الأسعاف والطوارئ، نتحدث عن 176 استهداف وانتهاك بحق العاملين في الجمعية منذ 30 مارس حتى هذه اللحظة. نتج عن هذه الاستهدافات والانتهاكات 135 إصابة، كان معظم هذه الإصابات نتيجة استهداف مباشر بقنابل الغاز أو استهداف بالرصاص الحي. هناك سجلت 7 حالات أصيبوا باستهداف مباشر من قناصة للطواقم الطبية للهلال الأحمر الفلسطيني. وصل عدد شهداء مسيرات العودة السلمية منذ انطلاقها في آذار مارس الماضي إلى 186 شهيداً وأكثر من 20,000 جريح في استمرار لجرائم قتل وقنص المتظاهرين السلميين. شهيد تلو شهيد، ويستمر مشهد الوداعي شبه اليومي في ظل صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين السلميين المطالبين برفع حصاره عن قطاع غزة. عمرو الدهود، تلفزيون فلسطين، غزة. استقبل السيد الرئيس محمود عباس بمقر الأمم المتحدة في نيويورك الرئيس البولندي أندريه دودا على هامش اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأطلع سيادته الرئيس دودا على آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ظل انسداد العملية السياسية والأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال وممارساته العدوانية بحق أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى القرارات الأمريكية المدمرة لعملية السلام. وجرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول الدور الأوروبي والدول المعنية من أجل الخروج من هذا الوضع غير القابل للاستمرار، والتذكير بخطة السلام التي طرحها الرئيس في مجلس الأمن، والداعية إلى إقامة مؤتمر دولي للسلام وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام. بدوره أكد الرئيس البولندي موقف بلاده الداعم لتحقيق السلام وأهمية تعزيز العلاقات بين البلدين. وعلى هامش اجتماعات الأمم المتحدة أطلع سيادته عددا من الوزراء والمسؤولين خلال اجتماعه بهم في مقر إقامته في نيويورك على آخر مستجدات القضية الفلسطينية ومجمل التطورات في ظل انسداد أفق العملية السياسية بسبب القرارات الأمريكية المدمرة لعملية السلام. ومن المقرر أن يلقي سيادته خطابا هاما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس المقبل. تفاصيل أوفى مع كيان الصيفي.
حاملاً أوجاع أبناء وطنه وأحلامهم إلى العالم بأسره لإنصافهم، متحدياً الإدارة الأمريكية وقراراتها المؤازرة لآخر احتلال في التاريخ. خطاب السيد الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 27 من أيلول الجاري سيسجل حدثاً هاماً في تاريخ القضية الفلسطينية، ليعلن للعالم أنه آن الأوان أن ينصف هذا الشعب وتسمع كلمته الرافضة لما تسمى صفقة القرن الرامية لتصفية قضيته العادلة. وفي إطار مواصلة الحراك لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، عقد السيد الرئيس في مقر إقامته في نيويورك عدة لقاءات هامة لبحث الوضع الفلسطيني الراهن. وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبرن زار السيد الرئيس حيث بحث آخر تطورات القضية الفلسطينية في ظل انسداد الأفق السياسي والانحياز الأمريكي للسياسات الإسرائيلية المدمرة لعملية السلام. نود التأكيد أنه رغم الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على الفلسطينيين وتدعم ما تقوم به إسرائيل من توسع استيطاني في الأراضي الفلسطينية والقدس وغيرها من المناطق، إلا أن موقف الاتحاد الأوروبي لا زال يؤمن بحل الدولتين لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ونؤكد أن إسرائيل لا يمكن أن تعيش بسلام واستقرار دون أن يحصل الفلسطينيين على دولتهم المستقلة وحقوقهم في العيش بكرامة. ممثلة الاتحاد الأوروبي موغيريني التقت السيدة الرئيس حيث أكدت على موقف الاتحاد الأوروبي الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني ومبدأ حل الدولتين. السيدة موغيريني أكدت للسيد الرئيس أنها بعد التشاور مع كل وزراء الخارجية الأوروبي وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها الاتحاد الأوروبي والخلافات، إلا أن الموقف الذي تعبر عنه أن الاتحاد الأوروبي مع دولة فلسطين المستقلة حدود 67 القدس الشرقية عاصمة لها، مع حل الدولتين ضد قرار الرئيس ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ومع وستزيد أوروبا دعمها لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين ودعمها للسلطة الوطنية الفلسطينية وضد قرار إغلاق مكتب منظمة التحرير، وأنهم قاموا بموقف جديد تجاه الخان الأحمر وأبلغوا إسرائيل رسالة من الاتحاد الأوروبي بعدم القيام على خطوة تدمير الخان الأحمر وكذلك الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى. أما عربيا فقد التقى السيد الرئيس وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة والذي أكد على تقديم بلاده لكل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني لنصرة قضيته وتحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال. وعلى هامش اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة زار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد صباح السيد الرئيس، وأكد اهتمام بلاده باستمرارية هذه اللقاءات وتبادل وجهات النظر والعمل كفريق واحد من أجل إبراز القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية. الكويت كما هي يعني في دعم القضية الفلسطينية ستقوم بما هو مطلوب منها لدعم الوكالة الاستمرار في عملها. ولعل حشد التأييد الدولي هو أهم أهداف السيد الرئيس قبيل التوجه إلى الجمعية العامة ليضع العالم أمام مسؤولياته لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، ويضع الإدارة الأمريكية في قفص الاتهام لما اكترثته من قرارات عقابية بحق قضيتنا العادلة. معركة سياسية تخوضها القيادة الفلسطينية لاسترداد حقوق شعبنا الفلسطيني المسلوبة تتمثل في خطاب تاريخي يترقبه الفلسطينيون في جميع أماكن تواجدهم حالمين بأن تتحقق عدالة التاريخ وترد حقوقهم إليهم. كيان الصيفي، تلفزيون فلسطين، نيويورك. قال الناطق باسم رئاسة نبيل بوردينا إن خطاب السيد الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة الخميس المقبل سيمثل مفترق طرق حقيقي ويمهد لمرحلة جديدة في مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه شعبنا. وأشار بوردينا إلى أن الخطاب سيتضمن رؤية استراتيجية وطنية شاملة ستترك أثرها العميق على مجريات الأحداث هنا وفي الإقليم والعالم، مؤكدا أنه دون القدس والمقدسات لن يكون هناك سلام عادل ودائم في المنطقة، كما أنه دون القدس لن يكون هناك حل، وستبقى المنطقة في دائرة عدم الاستقرار والحروب بلا نهاية.
أبو ردينة أكد أن الكل الفلسطيني مطالب في هذه المرحلة الخطيرة بتحمل المسؤولية الوطنية، خاصة من خلال رؤيتنا للمخططات والمشاريع الرامية إلى تقسيم المنطقة العربية وتدميرها. إلى ذلك قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن القدس ستبقى عاصمة دولة فلسطين على حدود الأراضي المحتلة عام 67 شاء من شاء وأبى من أبى. واعتبر أن كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة تعمق الخلافات وتبعد فرص تحقيق السلام. بدوره قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير صائب عرقات إن إدارة رئيس ترامب تصر على إغلاق الأبواب أمام السلام ولا تستطيع لعب أي دور في صناعته بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأكد عرقات ردا على كلمة ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس يعتبر مخالفة للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن 478. وأضاف أن الإدارة الأمريكية اختارت مكافأة جرائم الحرب والاستيطان الاستعماري والأبرتايد الذي تمارسه سلطة الاحتلال الإسرائيلي. وشدد عرقات على أن رفض ترامب للمحكمة الجنائية الدولية هو رفض للقانون الدولي، مؤكدا أن السلام حاجة ويمكن تحقيقه من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ادعى في افتتاح الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة ادعى أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة لا يؤثر على عملية السلام. وزعم ترامب أن إدارته ملتزمة بتحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. في هذا العام اتخذنا خطوة مهمة إلى الأمام في الشرق الأوسط، وذلك اعترافا منا بحق كل دولة سيادية بتحديد عاصمتها، ولهذا نقلت العاصمة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس. إن الولايات المتحدة ملتزمة بمستقبل سلام واستقرار في الشرق الأوسط بما في ذلك السلام ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين. هذا الهدف يستفيد ولا يضر من الاعتراف بالحقائق الصارخة. إننا ملتزمون بهذا المبدأ، وهذا يعني بأننا لن نقع رهينة لأي عقليات وأي روايات دينية وخبراء أثبتت السنوات وأثبت الزمان خطأهم مرارا وتكرارا. بدوره قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل أصبح بعيد المنال وإن الصراع في الشرق الأوسط يشتد. فعجزنا محل استهجان، عجزنا عن إنهاء الحروب في سوريا واليمن ومناطق أخرى. الروهينجا لا يزالون منفيين، يعانون وبائسين، يتوقون كما دوما إلى الأمن والعدالة. الفلسطينيون والإسرائيليون لا يزالون عالقين في صراع لا ينتهي، بينما تتضاءل فرص تنفيذ حل الدولتين. تهديد الإرهاب يلوح في الأفق، تغذيه الأسباب الجذرية للراديكالية والتطرف العنيف، وتتنامى الصلات بين الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار بالناس والمخدرات. من جانبه دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل إلى وضع حد فوري لسياسة الأمر الواقع، مشيرا إلى أن ذلك يقوض إمكانية التوصل إلى السلام. ماكرون أكد أن حل الدولتين يعتبر الوحيد لحل الصراع. De régler la crise entre Israël et la Palestine.
ما الذي سوف يسمح بتسوية الأزمة بين إسرائيل وفلسطين؟ بشكل مؤكد المطلوب ليس مبادرات أحادية الجانب ولا غض الطرف عن الحقوق المشروعة للفلسطينيين بالوصول إلى سلام دائم ولا التقليل من حق الإسرائيليين بأمنهم. لا بديل موثوق عن حل الدولتين، دولتان تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام ولهما عاصمة هي القدس. تعرف إسرائيل أن فرنسا تكن لها صداقة لا تتزعزع، وباسم هذه الصداقة أناشد إسرائيل أن تدع حدا سريعا لسياسة الأمر الواقع التي تقوض حتى إمكانية التوصل إلى السلام. إن المضي في هذا الدرب لهو الخطأ. في السياق ذاته أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستظل تدافع عن الوضع القانوني للقدس المحتلة حتى لو أدار العالم ظهره لفلسطين. وأشار أردوغان إلى أن السكوت عن الظلم ضد الفلسطينيين يشجع إسرائيل على الاستمرار في ممارستها. فإن محاولة من يسكت عن الظلم الممارس ضد الفلسطينيين إنما هو فقط يشجع جرأة الظالمين، ونحن أيضا سنظل مدافعين عن الوضع القانوني والتاريخي للقدس القبلة الأولى لنا أيضا ولو أدار العالم برمته ظهرا لفلسطين. بدوره قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يلبي طموحات الجانبين وينهي الصراع، ودعا العاهل الأردني إلى توفير الظروف المناسبة لإعادة إطلاق عملية السلام ووقف الاستيطان، كما طالب بتوفير الدعم العاجل للأونروا. حل الدولتين القائم على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة هو الذي يمكن أن يلبي تطلعات الجانبين وأن يضع نهاية للصراع وأن تقام دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 67 وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لها. الطريق لا تزال طويلة، لكن لا يمكننا الاستسلام لمجرد أن المهمة صعبة، وإلا فما البديل؟ هل نملك طرف ترك أهم المناطق في العالم رهينة لحلقة لا تنتهي من العنف؟ وإلى متى ستظل القدس وهي المدينة المقدسة لأكثر من نصف سكان العالم تواجه مخاطر تهديد تراثها وهويتها الراسخة والقائمة على تعدد الأديان؟ وما هو المستقبل الذي سيترتب على ما يقترحه البعض؟ أهو دولة واحدة ثنائية القومية تقوم في أساسها على إنكار المساواة بين مواطنيها؟ هذه الحقيقة البشعة لفكرة الدولة الواحدة، وهي ليست بديلا عن السلام القائم على حل الدولتين، بل تمثل تخليا عن السلام. على بلداننا العمل لإعادة عملية السلام إلى مسارها الصحيح الذي يتطلب رفض أي أعمال تهدد المفاوضات من ممارسات غير قانونية ومصادرة للأراضي أو تهديد الأبرياء خاصة الأطفال، كما يجب أن ندعم التمويل الكامل للأونروا. ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من نيويورك مراسلنا مالك صبيح. مالك، أهلا بك معنا إلى التاسعة، يعني مع اقتراب موعد خطاب السيد الرئيس التاريخي يوم الخميس المقبل وأيضا بدء أعمال الجمعية العامة لهذا اليوم، سلسلة من اللقاءات عقدها سيادة الرئيس مع عدد من رؤساء الدول الأوروبية، أبرز ما جاء في هذه اللقاءات مالك؟ نعم، أهلا بك ديانا وأهلا بالزميل حسن. بطبيعة الحال بعد ختام مشاركة السيد الرئيس في المراسم الافتتاحية للجمعية العامة الدورة 73 للأمم المتحدة، عاد إلى مقر إقامته وعقد عدة اجتماعات، منها مع الرئيس البولندي ومنها أيضا مع عدة وزراء من النرويج، وزيرة الخارجية النرويجية. وبطبيعة الحال كان هنالك خطابات عدة شهدتها الأمم المتحدة لهذا اليوم، ربما برز فيها ما تحدث به ترامب تجاه القضية الفلسطينية، وكان على رأسها ما قاله بأنه كانت خطوة نقل السفارة الأمريكية للقدس خطوة صائبة،
وأنه لن يلتفت إلى أي أمور دينية تجاه ما يحصل في الشأن الفلسطيني. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي. أهلا بك دكتور، شكرا على إعطائنا الوقت لإجراء هذه المقابلة. بطبيعة الحال تبعتم كلمة الرئيس الأمريكي هذا اليوم وما تحدث به تجاه الشعب الفلسطيني وأيضا بما يخص القضية الفلسطينية، ماذا تقول؟ بالتأكيد هذا كان متوقع. الرئيس ترامب جاء لكي يعزز من موقفه، لكي يبرر الإجراءات والخطوات التي اتخذها بحق الشعب الفلسطيني، لكي يقول بأنه أمريكا قوية تستطيع أن تأخذ القرارات التي تريد، ليس فقط أنها أخذت قرارات بحق فلسطين وإنما اتخذت قرارات أيضا بحق دول مثل الصين، الاتحاد الأوروبي ودول أخرى كثيرة، وبالتالي هو يتحرك ضمن هذه الرؤية الفوقية التي تعتقد بأن لأمريكا الحق في عمل أي شيء كان ذلك لأي دولة أيا كانت بما فيها فلسطين. بالتأكيد نحن قمنا بالرد عليه من خلال بيانات صدرت عن بعض المتحدثين الفلسطينيين، ولكن الرد أيضا جاء من قبل أيضا رؤساء دول عديدة بما فيهم الرئيس أردوغان الذي أكد بأنه القرار اتخذ بخصوص القدس قرار خاطئ، القدس خط أحمر بالنسبة للمسلمين ولا يمكن القبول بذلك، الحقوق الفلسطينية حقوق مقدسة بالنسبة للأمة الإسلامية وهذا مهم جدا. ثم كان خطاب أيضا جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين الذي أكد على ضرورة حل القضية الفلسطينية ضمن حل الدولتين، وأن إقامة الدولة الفلسطينية هي ضرورة من أجل الوصول إلى سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة، وأن القدس أيضا هي عاصمة لدولة فلسطين القدس الشرقية والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية. إذن بالتأكيد ليس بالضرورة فقط أن تقوم فلسطين بتحمل المسؤولية في الرد على خطاب الرئيس الأمريكي، وإنما هناك دول كثيرة سوف تقوم بمثل هذا الرد، ولكن المهم في مكان بأنه حاول أن يعطي تفسيرات غير مقبولة، حتى أن كان هناك استهجانات تمت من خلال داخل القاعة من قبل عديد الدول وعديد الأعضاء الذين استهجنوا مثل هذا الكلام الذي كان يصدر عن الرئيس الأمريكي. نعم، اقترب ربما خطاب السيد الرئيس بعد يومين في الأمم المتحدة، سيتحدث عن العلاقة الأمريكية كما أفصحتم وعن الجانب وما يتعلق بإجراءات الاحتلال بحق الفلسطينيين. تحدثتم عن أن الرئيس يعطي فرصة أخيرة للمجتمع الدولي للحل. صحيح، الرئيس لن يغلق الأبواب بشكل كامل، هو سوف يحاول أن يوضح عن خطورة الوضع وعن صعوبة المهمة التي يحملها كممثل للشعب الفلسطيني، ولكن في نفس الوقت سأقول رغم كل هذه الخطوات أنا لن أغلق الباب بشكل نهائي على مثل هذه القضايا، وإنما سوف أبقي بعض الأبواب مفتوحة لكي يتم التحرك من قبل المجتمع الدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهذه هي الرسالة الأساسية التي يريد أن يقدمها السيد الرئيس، أننا نطلب ونتوقع من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته حيال ما تم من إجراءات بحق الشعب الفلسطيني، كانت إجراءات إسرائيلية أم كانت إجراءات أمريكية، وأن هناك حاجة لتدخل دولي حيال مثل هذا الموضوع. وبالتالي أيضا اللقاء الذي تم دعوة إليه من قبلنا كوزارة خارجية للقاء مع السيد الرئيس يوم غد الساعة 8 مساء بتوقيت نيويورك أيضا مهم جدا، من حيث سوف يركز السيد الرئيس على ضرورة الحفاظ على حل الدولتين، على الإجراءات التي اتخذت بحق الشعب الفلسطيني من قبل الإدارة الأمريكية وما هو مطلوب من المجتمع الدولي للحفاظ على وحماية حل الدولتين، وفي نفس الوقت للدفاع عن الحق الفلسطيني في الوجود وفي إقامة دولته وفي تغيير مصيره. إذن أيضا اجتماع يوم غد مساء سيكون في غاية الأهمية بالنسبة لنا، هناك بدأت الحرب شعواء على هذا الاجتماع من قبل الجانب الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، ولكن نحن ماضين قدما في مثل هذا الموضوع ونتوقع حضور عدد كبير من الدول وممثلين عنها مما سوف يعكس أهمية مثل هذا الاجتماع. نعم، معالي الوزير سؤالي الأخير، هنالك في الغد لقاء سيجمع السيد الرئيس بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أردوغان، ما أبرز المحاور التي سيتناولها هذا؟ بالتأكيد سوف نتحدث عن الوضع على الأرض، الإجراءات الأمريكية. كما تعلم تركيا ترأس القمة الإسلامية، ما هو مطلوب على مستوى الدول الإسلامية من واجبات ومن مسؤوليات، بالإضافة إلى الخطر الذي يتهدد المسجد الأقصى، وما نتوقعه من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية من قرار بالسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى أسوة بالمسلمين. كل ذلك هي مواضيع في غاية الأهمية، بالإضافة إلى الخطر الذي يهدد الخان الأحمر وإمكانية إزالته من قبل بالقوة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. هذه مواضيع سوف يتم مناقشتها مع الرئيس أردوغان، ونحن نتوقع أن يكون هناك تضامن كبير من قبل الرئيس أردوغان حول كل هذه القضايا، وسوف يعرب عن استعداد أن يقدم كل ما لديه من إمكانيات كجمهورية تركية من أجل الحق الفلسطيني، وبالتالي نحن متفائلون حيال مثل هذا الاجتماع يوم غد. شكرا جزيلا لك إذن معالي الوزير دكتور رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. بطبيعة الحال مشاهدينا الكرام، في الغد سيكون هنالك عدة اجتماعات ستجمع السيد الرئيس كما تحدث الوزير مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومساء هذا اليوم سيكون هنالك لقاء بين السيد الرئيس والجالية الفلسطينية هنا في نيويورك. كثير من اللقاءات عقدها السيد الرئيس أكد فيها على حرص القيادة على قيادة القضية الفلسطينية إلى برا الأمان، وبانتظار الخطاب في 27 من الشهر هذا الشهر. سنبقى معكم على تغطية متواصلة من نيويورك. سنواصل كل جديد في هذا الإطار. شكرا جزيلا لك مراسلنا من نيويورك مالك صبيح على كل هذه الإيضاحات، وأيضا الشكر موصول لوزير الخارجية دكتور رياض المالكي. نبقى في إطار الحديث عن الخطاب التاريخي للسيد الرئيس، حيث نظمت فعاليات ومهرجانات في مختلف محافظات الوطن والشتات دعما وإسنادا للسيد الرئيس في خطابه التاريخي المرتقب الخميس المقبل. وفي القدس المحتلة، أكد أهالي قرية الخان الأحمر البدوية المهددة بالهدم والتهجير القسري، أكدوا دعمهم الكامل وتأييدهم للسيد الرئيس محمود عباس، خاصة وأن سيادته تناول قضيتهم وحذر من اقتلاعهم في مختلف خطاباته ولقاءاته الأخيرة. كريستين ريناوي والتفاصيل. من قرية الخان الأحمر البدوية المهددة بالهدم والتدمير، أبرقت رسائل الدعم والتأييد للسيد الرئيس محمود عباس قبيل خطابه المرتقب في الأمم المتحدة الخميس المقبل. رسائل الدعم هي للسيد الرئيس الذي ذكرهم وحذر من اقتلاعهم في كل خطاباته وتصريحاته ولقاءاته الأخيرة، وبالتأكيد سيأتي على ذكرهم في خطابه الشامل الأممي. نؤيد الخطوة الدولية التي قام بها سيادة الرئيس بالتوجه سواء إلى الجنائية الدولية أو إلى المجلس الأمن. هو الشخص الذي قام بحمل الهم الفلسطيني وهم الخان الأحمر. العديد من التصريحات يعني كان له تأييد كامل في دعم الخان الأحمر. تأييدنا له ليس من اليوم، ليس وليد اللحظة، هاي هو تأييد مستمر للقيادة الفلسطينية منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية. ثانيا، بالنسبة لنا أعلننا بيان قبل مدة قصيرة تأييد لسيادة الرئيس في خطابه في هيئة الأمم المتحدة. قضية الخان الأحمر تحولت إلى قضية رأي عام محلي ودولي بفعل حراك سياسي وقانوني وشعبي أبعد جرافات الهدم عن الخان لشهور، ففي كل مرة كانت تقتحم الجرافات القرية لتدميرها اصطدمت بدروع بشرية تصدها. لذلك يعرب الأهالي هنا عن امتنانهم لشعبنا وقيادته. كل عشائرنا بنقول أيها الرئيس، سر شعبك معك والطليعة من شعبك تفتديك في هذا اليوم الذي نؤكد فيه أن القضية الفلسطينية حية باقية. هذا وتأم خيمة الإسناد في الخان الأحمر وفود تمثل وزارات ومؤسسات وهيئات عديدة، دعما للأهالي الذين تسلموا مؤخرا اخطارات بالهدم الذاتي حتى الأول من الشهر المقبل قوبلت بالرفض والثبات.
ما يكابده أهالي الخان الأحمر لتمسكهم بأرضهم، نموذج مصغر لما يواجهه شعبنا وقيادته في هذه المرحلة المفصلية التي تشهد مؤامرات لتصفية القضية وسعيا للمس بالثوابت الوطنية. من قرية الخان الأحمر، كريستين ريناوي، تلفزيون فلسطين، القدس المحتلة. وفي محافظة رام الله والبير، أكد المشاركون في الفعاليات الداعمة للسيد الرئيس التفافهم حوله في موقفه الثابت في الدفاع عن حقوق شعبنا. هدير شوامري والمزيد. قبيل يومين من الخطاب المنتظر للسيد الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحولت ميادين وساحة فلسطين إلى قلاع داعمة ومؤازرة لرمز الشرعية وراعي مسيرة التحرر الوطني الذي سيصدح صوته في ذلك المحفل الدولي عاليا ومناديا بالحق الفلسطيني الذي لن يسقط ولن يهدأ إلا بإنجاز التحرير والدولة المستقلة، رغم أنف ترامب والاحتلال وخفافيش الظلام التي تحاول العبث بقضيتنا الوطنية. هنا في مدرسة الجلزون الثانوية للبنات وضمن فعاليات مديرية التربية والتعليم لمحافظة رام الله والبيرة، كانت البيعة والمؤازرة من خلال صرخة الطلاب المدوية في هذا المخيم الذي تسعى أيادي الشر العابثة إلى تصفية حقهم وقضيتهم كلاجئين. لن يبرح المكان إلا بعودة حقهم السليب منذ ما يزيد على 70 عاما هي زمن نكبتهم. اليوم في فعالية في جميع مدارس الوطن، في كل مديرية في إحدى المدارس، للتأكيد على التفافنا وتأييدنا ودعمنا لسيادة الرئيس في مساعيه للوصول للدولة المستقلة. إحنا أبناء الوطن جايين وقفة تضامنية، جايين وقفة تضامنية مع السيد الرئيس، إحنا معاه واقفين معاه، إحنا ضد قرار ترامب، والوطن مش راح ينقسم، والقدس عاصمة فلسطين، احنا معاه ايد بايد. وفي بتونيا لم يختلف المشهد، حيث نظمت بلدية المدينة مهرجانا خطابيا تحت عنوان نحو الخلاص من الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. طير من خلاله الحاضرون رسائل الدعم والتأييد إلى من حمل هموم الوطن وقضيته في كل أقطار العالم. وهكذا يقف أبناء الوطن موحدين خلف سيادة الرئيس محمود عباس، داعمين موقفه الرافض لصفقة العصر ومساندين له في خطابه المرتقب أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة. هدير شوامري، تلفزيون فلسطين. وفي المحافظات الجنوبية، أكد المواطنون دعمهم للسيد الرئيس محمود عباس في خطواته بالأمم المتحدة لإحقاق الحق الفلسطيني وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. أؤكد جازم بأن المعركة السياسية التي يقودها الأخ الرئيس محمود عباس أبو مازن في المحافل السياسية وفي الأمم المتحدة هي أشرس المعارك السياسية التي تقودها قيادتنا السياسية، وهي مفصلية في حياة وقضية الشعب الفلسطيني. الرئيس محمود عباس الرافض لكل المغريات السياسية والمالية التي يمكن أن تعيد الشعب الفلسطيني حياته المعيشية، رفض كل هذه المغريات مقابل أن تعود للقضية الفلسطينية هيبتها ومكانتها الدولية. نتطلع في هذا الخطاب إلى أن يلتف العالم نحو قضيتنا وينتصر لدولتنا الفلسطينية، وأن يلجم الاحتلال الإسرائيلي ويحول دون تنفيذ مخططاته الرامية إلى تهويد الأرض الفلسطينية وبالذات القدس، وشطب قرار ترامب الذي يعني أعطى الحق لإسرائيل لأن تنشأ سفارتها في العاصمة الفلسطينية قدس الأقداس. وبالتالي نحن جميعا نلتف حول الرئيس في مواجهة هذا الغول الصهيوني وفي مواجهة هذا الصدف الأمريكي. احنا عارفين انه احنا دفعنا ثمن كبير جدا لتصدر القيادة الفلسطينية ولقت السيد الرئيس في وجه ترامب وفي وجه الإدارة الأمريكية. طبعا كل هذا احنا بندفع ثمنه، لكن في نفس الوقت احنا مصرين انه احنا نتصدر هذه الصفقة، وقديش ممكن يكون في ثمن احنا حندفعه ان شاء الله تعالى. اهم شيء انه نتصدر هذه الصفقة وما تمر صفقة ترامب اللي قاعدين بمرروها للأسف الشديد ناس من جلدتنا وناس للأسف من دول عربية. فإحنا إن شاء الله حنكون لها، وبإذن الله سنكون لها، وسيكون السيد الرئيس لها بإذن الله، وكلنا معه، وكلنا حنكون خلفه بإذن الله تعالى.
نحن ننتظر خطابا مهما للسيد الرئيس في الأمم المتحدة، هذه المنصة الدولية التي يستطيع من خلالها فضح جرائم الاحتلال والإجراءات والعقوبات التي تقوم بها بحق منع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. بالتأكيد هذه المنصة الدولية ستشكل محاكمة لهذا الاحتلال، والسيد الرئيس سيطرح أمام العالم ويحمله مسؤولياته في هذا الإطار حتى يكون هناك ضغط دولة على دولة الاحتلال ومن خلفه الإدارة الأمريكية التي تتهماها وتتساوق مع الاحتلال في كافة الإجراءات حتى أنها تتقدم عليه في الكثير من العقوبات التي تستغلها وتقوم بها ضد أبناء شعبنا وضد قضيتنا الوطنية الفلسطينية. إنه القضية الفلسطينية تعيش منعطف والأخطر منذ النكبة عام 48 إلى يومنا هذا. هناك محاولة تصفية القضية سيشير لها الرئيس في خطابه، أيضا هناك إشارة إلى موضوع محاولة إنهاء حق العودة، إلى محاولة إنهاء قضية القدس، إلى القضايا الرئيسية والقضايا الأساسية والركائز الأساسية للدولة الفلسطينية سيشير لها الرئيس. سيكون خطاب الرئيس خطابا يعبر عن صمود الشعب الفلسطيني وعن وقوف الشعب الفلسطيني. ندعم موقف الرئيس في كل المحافل الدولية، نحن في غزة مع السيد الرئيس أبو مازن حفظه الله ورعاه، فسير على بركة الله يا سيدنا، أنت قائدنا وأنت سيد هذا الموقف. كل الدعم والتأييد لفخامة السيد الرئيس محمود عباس الثابت على الثوابت الوطنية. كلنا أمل في هذا الخطاب، الخطاب سيكون حاسم إن شاء الله في القضية الفلسطينية. ندعو جميع الفصائل الفلسطينية أن تكون خلف القيادة الفلسطينية في هذه الأوقات، لأن من يخرج عن البوصلة هو مشروع خيانة للوطن. أبو مازن يقولها علنا وفوق الطاولة وخارج الصناديق المغلقة، لا لصفقة القرن، ويجب علينا جميعا أن نكون خلف هذا القائد، هذا القائد الذي يحمل هم الوطن في مقدمة أي عمل يقوده. يا سيادة الرئيس، قرارك وطن يا وطن، ونحن معك على الحلوة والمرة، ونحن معك في كل خطوة تخطيها من أجل فلسطين، حتى القدس كما قالها الشهيد ياسر عرفات، حتى القدس، حتى القدس. وها هو اليوم الذي سيعلن فيه سيادة الرئيس محمود عباس حتى القدس، والقدس عاصمة فلسطين الأبدية. احنا معك سيادة الرئيس، شد حيلك. وفي بيت لحم، نفذت مديرية التربية والتعليم فعالية دعم ومساندة للسيد الرئيس محمود عباس، وذلك قبيل خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73. حياة حمدان والمزيد. تأكيدا على الدور التاريخي لقطاع التعليم في فلسطين في التصدي للمؤامرات الرامية لتصفية قضيتنا الوطنية ودعم القيادة الشرعية، نفذت مديرية التربية والتعليم في بيت لحم فعالية مساندة ودعم للسيد الرئيس محمود عباس قبيل خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة. رسالتها دعم وتأييد لسيادة الرئيس بالوقوف خلفه في مواجهة الضغوطات، في مواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة في إعلان صفقة القرن وما يترتب عليها. نقف خلف سيادة الرئيس سدا منيعا بقوة، كما وقف بقوة ضد هذه الانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني. في مدرسة الخلفاء الراشدين الثانوية في مدينة الدوحة نظمت هذه الفعالية التي تنوعت بفقراتها من كلمات وطنية وأشعار شارك بها الطلبة. نحن مع أبناء شعبنا نقف في الأيام القليلة القادمة أمام هذا الخطاب الذي سيعبر فيه السيد الرئيس عن إرادة الشعب الفلسطيني وعن كرامة الشعب الفلسطيني، لنوصل رسالة ليس فقط للأمريكان، لكل من يسمع، للقاضي والداني، أننا برغم وضعنا، برغم ما نمتلك من مقومات، برغم إمكانياتنا الاقتصادية المتواضعة ومقومات القوى أيضا المتواضعة، إلا أننا نملك إرادة لا تلين ونملك كرامة لا نستطيع المساومة عليها. دور ريادي تمارسه المؤسسات التعليمية لإعلاء صوت شعبنا في دعم قيادته والوقوف خلفها رفضا للسياسة الأمريكية والإسرائيلية الهادفة للنيل من حقوقنا وثوابتنا. لتلفزيون فلسطين، حياة حمدان، بيت لحم. وفي الخليل، نظمت مديرية التربية والتعليم وسط الخليل فعالية دعم وإسناد للسيد الرئيس ترقبا لخطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. عرين العملة والتفاصيل.
دعما وإسنادا للسيد الرئيس محمود عباس في خطابه المرتقب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس المقبل، نظمت مديرية التربية والتعليم وسط الخليل هذه الفعالية تأكيدا على الوقوف خلف سيادته في تصديه لكافة المؤامرات الرامية للنيل من حقوق شعبنا وكل محاولات تمرير صفقات مشبوهة كصفقة القرن أو غيرها. سنقول لسيادة الرئيس حفظه الله، نحن معك وخلفك باقون إن شاء الله في توجيهك إلى الأمم المتحدة وإلقاء الخطاب الذي يرفض صفقة القرن ويقول أن فلسطين دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشريف، فلا معنى لفلسطين بدون القدس ولا معنى للقدس بدون فلسطين. نقف اليوم في هذا المقام لمساندة الرئيس فخامة الرئيس أبو مازن لدعم القضية الفلسطينية ولدعمه أثناء خطاب به في الولايات المتحدة، ونحن ضد صفقة القرن. فعاليات الدعم والإسناد للسيد الرئيس تأتي تأكيدا على التفاف شعبنا ودعمه للنهج الذي يسلكه السيد الرئيس في حفظ حقوقنا الوطنية والسير بخطى واثقة نحو التحرير وإقامة الدولة. سوف يكون هذا الخطاب خطاب هام وحاسم نتيجة المؤامرة الدولية التي تحاك ضد قضيتنا الفلسطينية بما تسمى صفقة القرن ومن تواطأ معها، ليقول للعالم أجمع بأننا لن نرضى أو لن نقبل أقل من دولة فلسطينية كاملة الصلاحية والحدود على حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف. نوصل رسالة أيضا للعالم ولكل القوى الحقوقية في العالم بأننا كشعب فلسطيني موحد خلف قيادتنا، شعب فلسطيني موحد خلف حقوقنا، ولا يمكن أن نتنازل عن حق من حقوقنا. بعين الترقب والاهتمام الكبير ينتظر المواطنون خطاب السيد الرئيس ليعلي صوتهم أمام أعلى هيئة أممية ويضع العالم أمام مسؤولياته للتصدي للهجمة الإسرائيلية الأمريكية تجاه شعبنا ووضع حد لآخر احتلال في العالم. لا لصفقة القرن، نعم لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. هذه الرسالة القصيرة التي يود أن يوصلها الشعب الفلسطيني عبر قيادته للأمم المتحدة. من مدرسة الحسين بن علي في مدينة الخليل، عرين العملة، تلفزيون فلسطين. إلى ذلك أكدت فعاليات محافظة قلقيلية وقوفها خلف السيد الرئيس محمود عباس ودعم خطواته الوطنية في الأمم المتحدة، وذلك تأكيدا على ثوابت شعبنا خلال وقفة إسناد نظمتها مديرية التربية والتعليم في مدرسة مسقط بقلقيلية. رفضا لكافة المؤامرات التي تهدف للنيل من حقوق شعبنا وتصفية قضيته الوطنية، نظمت مديرية التربية والتعليم في قلقيلية وقفة دعم وإسناد للسيد الرئيس الذي يخوض معارك على الساحة الدولية لتثبيت حقوقنا وإحباط أي محاولات مشبوهة للمساس بها. هذا الخطاب الذي سيكتب بمداد صمود أبناء الشعب الفلسطيني وبأنات الجرحى وبدماء الشهداء وآهات الأسرى القابعين خلف سجون الاحتلال، نقف اليوم في كأسرة تربوية واحدة في جميع المدارس وقفة تضامن ومؤازرة لسيادة الرئيس لتجديد البيعة له في تصديه صفقة القرن. حركة فتح وفصائل العمل الوطني في قلقيلية دعت أبناء شعبنا إلى الالتفاف حول خيارات القيادة النابعة من حرصها على المشروع الوطني المتمثل بدولة مستقلة بعيدا عن الأجندات الخارجية التي يسعى البعض إلى تمريرها من خلال اتفاقات مشبوهة. نحن معك لأنك أنت مع الثوابت، أنت مع القضية، أنت مع القدس، أنت مع اللاجئين، أنت اليوم تحمل في قلبك فلسطين وفي عقلك وصايا الشهداء، وأنت اليوم تقاتل بقتال القائد المتمرس الثابت الذي يدافع بكل قوة وعزة واقتدار عن حقوق شعبه وعن آمال وتطلعات شعبه رغم كل المؤامرة لتقول لهم لا لصفقة القرن ولا لكل المؤامرات. نحن مع السيد الرئيس في وقوفه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ليعبر عن موقف الشعب الفلسطيني في رفضه لصفقة القرن، رفضه للاستيطان، مطالبته بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. نحن نريد أن نثبت للعالم بما فيه الأمريكان أن عباس ليس وحده، إنما الشعب الفلسطيني بأسره
في كافة أماكن تواجده خلف السيد الرئيس ومع السيد الرئيس. وخلال الوقفة ألقيت العديد من الكلمات التي اجتمعت على دعم السيد الرئيس محمود عباس الذي سيقف يوم الخميس المقبل على منصة الأمم المتحدة حاملا معه رسالة شعب يحلم بالاستقلال وحرية طال انتظارها. إن هذه الوقفة جاءت للتأكيد على وقوف أبناء شعبنا خلف القيادة الشرعية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس في مواجهة صفقة القرن. من قلقيلية أنا للجدع، تلفزيون فلسطين. وشهدت مدارس التربية والتعليم في محافظة نابلس وقفات دعم وتأييد للسيد الرئيس محمود عباس الذي يخوض حربا شرسة لانتزاع حقوق شعبنا وإنصاف قضيتنا العادلة. ريم العمل والتفاصيل. في إطار دعم ومساندة السيد الرئيس محمود عباس والوقوف خلف قيادته نحو الدولة وإعلاء كلمة الحق الفلسطيني في المحافل الدولية، شهدت مدارس محافظة نابلس وقفات إسناد ودعم لسيادة الرئيس الذي يرفع راية التحدي الوطني الشجاعة والرافضة لصفقة القرن. اليوم احنا في عنا عدة فعاليات محافظة نابلس، احداها هذه المدرسة اللي بتقوم بأداء فقرات تعبيرا عن تأييدها لفخامة السيد الرئيس في توجهه للعالم والأمم المتحدة تأكيدا على ثوابتنا الوطنية. كما تشاهد هذا الجيل الذي يصر على أن تبقى فلسطين حاضرة في عقله وقلبه وأدائه وسلوكه، بالتأكيد لن يخذل قيادته، وكما شاهدتم يعبرون عن تأييدهم ودعمهم للسيد الرئيس. وإلى جنوب نابلس، فقد كانت الفعالية المركزية من نصيب مدرسة جمعين الثانوية للذكور التي جددت من خلالها أسرة التربية والتعليم العهد والبيعة لسيادة الرئيس الذي لن يساوم في حقوق شعبه المسلوبة. نعم، المطلوب من جيلنا الصاعد من أشبالنا أن يؤكدوا وأن يسيروا على ذات الطريق التي خطاها الشهيد المؤسس ياسر عرفات والتي يرفع رايتها اليوم في فلسطين وفي العالم وفي الأمم المتحدة الرئيس محمود عباس أبو مازن، بأننا أقسمنا أن بر بأحدنا للشهداء، أقسمنا بأن لا نقبل بأقل من حرية فلسطين، بأن الدولة الفلسطينية ستقوم شاء الاحتلال أم أبى. قدمنا رسالة للسيد الرئيس محمود عباس نؤكد فيها على مبايعته لأنه ثابت على الثوابت، والعهد هو العهد والقسم هو القسم، وإنها لثورة حتى النصر، وإننا في جماعين وفي فلسطين نبايع السيد الرئيس ونؤكد على أننا ثابتون على حقنا ولن نتخلى عنه. في كافة الميادين الفلسطينية الشعب الفلسطيني يقول كلمته، نحن معك يا سيادة الرئيس، فسر على بركة الله حتى تحرير فلسطين. من مدرسة جماعين الثانوية جنوب نابلس، ريم العملة، تلفزيون فلسطين. وفي لبنان تستعد مخيمات اللجوء لإطلاق سلسلة فعاليات دعما للسيد الرئيس محمود عباس قبيل خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي واكبتها حملة إلكترونية حملت عنوان مع الرئيس. زين عبد الصمد والتفاصيل في التقرير التالي. مع بدء العد العكسي لخطاب سيادة الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة، نشطت الساحة اللبنانية دعماً وإسناداً في كل الاتجاهات. سفارة دولة فلسطين في بيروت استقبلت وفداً فرنسياً تعرف عن قرب على جهود السيد الرئيس لإحلال السلام. لم يعلو جهداً إلا وقدمه في سبيل دعم عملية السلام، وبقي متمسكاً بعملية السلام وبخيار حل الدولتين، إلا أن إسرائيل كانت تعمل عكس ذلك. نعول كثيرا على الأحرار أمثالكم وعلى الدول كافة التي تقف إلى جانب الحق الفلسطيني. نريد أن يذهب الفلاح إلى حقله ويعود سالما، نريد أن يذهب الطفل إلى مدرسته ويعود سالما، نريد أن تلد نساءنا على في المستشفيات وليس على الحواجز، نريد أن نرى اللون الأحمر في الوردة وليس في الدم. كذلك سمع الوفد من الجانب الفلسطيني تداعيات القرارات الأمريكية على المستوى الإنساني. الفلسطينيين مهددين في دراستهم وفي علاجهم في القضايا الأساسية نتيجة حجب المساعدات
الأمريكية عن الأونروا البالغة 360 مليون دولار. لذلك اليوم في خطر على الأونروا فعلا إذا لم يتم تأمين التمويل اللازم من أجل استمرارها. الوفد الفرنسي ضم حقوقيين وأطباء ورؤساء بلديات من تجمع لأجل لبنان الذي يزور العاصمة بيروت. هدفنا أن نفهم ما يحصل ونوفر الدعم لكم لتعرفوا أنكم لستم وحدكم. على المستوى الإعلامي، أطلق الإعلام المركزي لحركة فتح حملة إلكترونية بعنوان مع الرئيس. دعماً للشرعية الفلسطينية المتمثلة بالسيد الرئيس محمود عباس وتأييداً لموقفه الثابت والمتقدم ضد صفقة القرن وجميع الصفقات المشبوهة التي تحاك ضد قضيتنا الفلسطينية ومشروعنا الوطني، كان لابد لنا في إعلام حركة فتح في لبنان أن نطلق حملة دعم وتأييد شاملة تطالت جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية. سنعمل جاهدين لدعم الأخ الرئيس القائد محمود عباس في كلمته وزيارته للأمم المتحدة. نناشد كل القيادات العربية والإسلامية وأحرار العالم أن يقفوا إلى جانب الأخ الرئيس في كلمته ليتحقق، بديش أقول الحلم، ليتحقق الهدف اللي الأخ الرئيس طلع علشان يحققه لهذا الشعب الفلسطيني. في هذه المحطة المفصلية يؤكد اللاجئون في الشتات أنهم جزء من المعادلة الوطنية ولسان حالهم كما عنوان الحملة مع الرئيس. غداة الحملة الإلكترونية تستعد الساحة اللبنانية لإطلاق تحركات شعبية تضامنية على يكون ختامها يوم الخميس المقبل في مهرجان مركزي يقام تزامنا مع خطاب سيادة الرئيس. من مخيم الباص جنوب لبنان، زين عبد الصمد، تلفزيون فلسطين. إلى ذلك أكدت أوساط تنظيمية ونقابية وفنية في جمهورية مصر العربية دعمها الكامل للسيد الرئيس محمود عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأعربت عن تأييدها لأي قرارات أو خطوات يتخذها السيد الرئيس في خطابه. أشرف المبيض والتفاصيل. الأطر النقابية العمالية والفنية واتحاد المرأة في الساحة المصرية أجمعت على أهمية خطاب السيد الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة باعتباره المؤتمن على مصير الشعب الفلسطيني. المرأة الفلسطينية المناضلة لم تغب عن المشهد السياسي، فهي حاضرة بنضالها على أكثر من صعيد وفي كافة الميادين، معربة عن أملها أن يلقى خطاب السيد الرئيس تفاعلا من قبل قادة وزعماء دول العالم لسماع صوت الشعب الفلسطيني من أجل الحرية وإنهاء الاحتلال. المرأة الفلسطينية يعني متمسكة بالثوابت الفلسطينية، متمسكة بالأرض، متمسكة بكل شيء وطني خاص بنا، ونؤيد الرئيس وفي نفس الوقت نعلن للعالم تمسكنا بثوابتنا اللي هي حق العودة، حق تقرير المصير، وحق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس الشريف. أوساط تنظيمية وفنية أطلقت دعوة للجميع لترقب الخطاب الهام للسيد الرئيس بما سيحمله من مفاصل ومحددات رئيسية لملامح المرحلة القادمة، مؤكدة أن زمن السكوت عن الظلم والانتهاكات الإسرائيلية والأمريكية ذهب إلى غير الرجعة. امضي على بركة الله، شعبك معك وكل أحرار وشرفاء العالم معك، فوضناك لأنك أنت المؤتمن وأنت الحارس الوفي للثوابت وللمشروع الوطني الفلسطيني. لابد أن يكون هذا الخطاب خطاب مكاشفة ليضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته. الشعب الفلسطيني قضيته أرضه وعودته، القدس عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية. سر على بركة الله، فنحن خلفك ممثلا للشعب الفلسطيني كرئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية. أما اتحاد العمال والجالية الفلسطينية بمصر فأكدوا على وقوفهم مع القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس في وجه ما يسمى بصفقة القرن والضغوط التي تمارس على شعبنا وقيادته. ذهب الأخ السيد الرئيس لشرح وضعنا الفلسطيني من خلال الأمم المتحدة، ونناشد دول العالم أجمع أن يعترف بالحق الفلسطيني، وكذلك يكون
لهذا الحق تأييد من قبل الدول العالم. لماذا غطرست أمريكا بهذا الشكل وهي ترى الحق واضحا رؤية العين؟ نحن جميعا كجالية وكأبناء فلسطين في الوطن والشتات مع سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن، مع الشرعية، مع السيد الرئيس الثابت على الثوابت في إلقاء خطابه التاريخي إن شاء الله يوم 27 سبتمبر 2018 في الأمم المتحدة. فنحن نسر على بركة الله يا سيادة الرئيس، فنحن خلفك ومعك حتى تحرير فلسطين. الساحة المصرية إحدى الساحات الخارجية تتلاحم جميعها مع الكلمة التي يلقيها قائد الشعب الفلسطيني في 27 من الشهر الجاري، يخاطب فيها العالم برمته دفاعا عن فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. خطاب السيد الرئيس يشكل نقطة فارقة في تاريخ الشعب الفلسطيني وفرصة حقيقية لإثبات وتأكيد حقوق وثوابت الفلسطينية أمام العالم. من القاهرة أشرف المبيض، تلفزيون فلسطين. في موضوع آخر، أعلنت حكومة الاحتلال عن مخطط لتوسعة مستوطنة تينا الجاثمة على أراضي المواطنين جنوب الظاهرية، وذلك من خلال مصادرة أكثر من 260 دونما في سبيل زيادة الرقعة الاستيطانية. سامية أبو شرخ والتفاصيل. مخطط استيطاني خطير آخر يقضي بسرقة أكثر من 260 دونما من أراضي المواطنين في الظاهرية جنوب الخليل لصالح توسيع مستوطنة تينا في خرق واضح مع القوانين الدولية كافة. بتاريخ 23/9 تلقينا من الإدارة المدنية بمصادرة 260 دونم من أراضي الظاهرية القريبة من مستعمرة أو مستوطنة تينا. أصبحنا نخاطب المواطنين وطلبنا منهم الحضور للبلدية حتى نتعرف على أصحاب الأراضي على أساس أنه يقدموا ما هو مطلوب للمحاكم للاعتراض على هذا القرار. بلدية الظاهرية وسلطة الأراضي نظمتا جولة برفقة أصحاب الأرض بغرض مساندتهم وتعزيز صمودهم، فيما أطلع المزارعون المشاركون في الجولة على معاناتهم جراء مصادرة أراضيهم الزراعية وتحويلها إلى مشاريع استيطانية. أجل اليهود أول شيء بسنة 84 وصادروا قسم منها، زرعوا فيها شجر بدون أي حق، يعني لا حدا باعهم ولا حدا شرى لهم، بأخذوها بالقوة. هذه الأرض اللي أنا بعيش منها أنا وأولادي وجميع عيلتي، وما فيش معاش غيرها، يعني لا في شغل ولا في أي شيء. سنعمل على أعمال اليوم تطوعية لزراعتها بالأشجار الزيتون وأشجار الحرجية من أجل تثبيتها في لأصحابها الأصليين. وشهدت مدينة الظاهرية قبل عامين مصادرة أكثر من 1400 دونم، فيما صادرت سلطات الاحتلال العام الماضي 47 دونما، واستكملت هذا العام نهجها بالاستيلاء على مزيد من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني. تواصل حكومة الاحتلال انتهاكاتها الجسيمة من خلال عمليات الهدم والتهجير وشرعنة الاستيطان ومصادرة أراضي المواطنين دون توقف. من أراضي تينا جنوب الظاهرية، سامي أبو شرخ، تلفزيون فلسطين. نظمت جامعة القدس المفتوحة فرع نابلس الملتقى العربي الأول حول دور وسائل الإعلام في رفع مستوى الوعي تجاه المسؤولية الاجتماعية بمشاركة عدد من الأكاديميين والإعلاميين. بكر عبد الحق والتفاصيل. نخبة من الأكاديميين والإعلاميين وصناع القرار يجتمعون في الملتقى العربي الأول حول الإعلام والمسؤولية الاجتماعية إحياء لليوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية، والذي عقد تحت رعاية الدكتور يونس عمر رئيس جامعة القدس المفتوحة في مسرح الجامعة بمدينة نابلس، بهدف الإضاءة على هذه السمة الأصيلة التي لطالما جسدها شعبنا في تراثه وثقافته وفكره وبحث سبل تطوير ممارساتها. جامعة القدس المفتوحة من سنوات عديدة بدأت للتنبؤ إلى هذا النشاط المهم في مجتمعنا الفلسطيني، وذلك أمام تراجع بعض القيم الخاصة بالمسؤولية المجتمعية من اضمحلال بعض العادات التي تنص على التعاون وعلى العونة وعلى تعاضد الجهود. فالتفتت جامعة القدس المفتوحة إلى هذا الأمر وأقرت مقرر دراسي خاص طرح للتدريس في الجامعة،
وكذلك قامت بإعداد المسؤولية دليل المسؤولية المجتمعية ووزع في الجامعات العربية حتى ليس بالجامعات الوطنية فقط. الملتقى أفرد مساحة واسعة للحديث حول مسؤوليات الإعلام تجاه نشر وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية بين أفراد المجتمع، في مقدمته الإعلام الرسمي وما يمكن أن يلعبه من دور مسؤول في إعادة الاعتبار لهذه الثقافة الأصيلة. نتكامل مع كافة المؤسسات ذات العلاقة في تكريس وتعزيز مفهوم الثقافة المجتمعية على مستوى الوطن لتصبح سلوك ومنهج حياة يومي. لما لهذا الأمر من أهمية، وقد أشار الدكتور يونس في كلمته في معرض كلمته إلى قضية الفزع والعنف، وهي أحدى موروثات أبجديات موروثنا الثقافي الذي نباهي ونعتز به، ولا بد من إعادة الاعتبار لهذه المقولة من خلال العمل على الوعي. يحتفل العالم في 25 من شهر أيلول من كل عام باليوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية في إطار سعي الأمم المتحدة لترسيخ مبدأ التنمية المستدامة، والتي باتت حاجة ملحة لشعبنا في ظل الظروف التي يمر بها بفعل استهداف الاحتلال لمناحي حياته كافة، ما يجعل مسؤولية الإعلام مضاعفة تجاه هذه القيمة. بكر عبد الحق، تلفزيون فلسطين، نابلس. وقبيل الختام لم يتبقى إلا أن نذكر بأبرز العناوين. أبو ردينة يؤكد أن كلمة ترامب في الأمم المتحدة تعمق الخلافات وتبعد فرص تحقيق السلام. وجماهير شعبنا في محافظات الوطن والشتات تؤكد دعمها لسيد الرئيس في خطابه المرتقب في الأمم المتحدة. حكومة الاحتلال تخطط لمصادرة أكثر من 260 دنما جنوب ظاهرية لصالح توسع الاستيطان. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام التاسعة. نشكر لكم دائما طيب المتابعة ودمتم بألف خير. إلى اللقاء. إلى اللقاء.